بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سميرة جودة، وكيل مرحلة رياض أطفال. حابة أؤيد المرحلة القادمة، نعم لاستقرار البلد، نعم لاستمرار التنمية المستدامة، نعم لتحقيق باقي أهدافنا. الرئيس ابتدى الأهداف، أهداف التنمية المستدامة من 2015، وعمل خطة 2030، وطبعا يهمنا إن هو يكمل فكرته ويكمل خطته للتنمية المستدامة الخاصة بالبلد. وبتمنى التوفيق ليه، وبتمنى التوفيق لمصر، وتحيا مصر.